من موسكو ينضم إلينا موفدنا عمرو عبد الحميد. عمرو أهلا بك. يعني يبدو أنه الهجوم المضاد الأوكراني آخذ في التصاعد، والجبهة الروسية تستقبل كثير من هذه الهجمات. ما أبرز المعطيات الميدانية الواردة لديكم من الجانب الروسي، وكيف يتم التعاطي معها؟ نعم ميروج، مصطلح الهجوم المضاد ربما للمرة الأولى يأتي على لسان أحد المسؤولين الروس الكبار ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية يقول فيها إن الغرب يضغط بكل شدة على الجانب الأوكراني للقيام بمثل هذا الهجوم، وليس في لا يأخذ الغرب في الحسبان ولا في اعتباره أن روسيا سترد بقوة على هذا الهجوم، لأن الغرب حسب قول المسؤول الروسي يريد أن تستمر كييف في هذه العملية العسكرية وفي هذه الحرب حتى آخر أوكراني حسب قوله. ما ذكرته مروج من تعرض منطقة بيسكوف أو مقاطعة بيسكوف لهجوم بمسيرتين، هذه المقاطعة تقع على الحدود مع ثلاث دول، ليس فقط بيلاروسيا بل أيضا تقع على حدود دولتين من دول حلف الناتو وهما لاتفيا وإستونيا أيضا. لذلك كان هناك تصريح ربما قديم لحاكم هذه المقاطعة في نوفمبر الماضي، وهو يقول فيه إن المقاطعة تتعرض للهجوم بمسيرات من دول مجاورة، بالتأكيد ليس من بيلاروسيا لأن بيلاروسيا حليف لروسيا في هذه الحرب، لكن هناك إشارة إلى دول من حلف الناتو، وهو يقصد أو قصد آنذاك دولتي لاتفيا وإستونيا. هذا يجرنا مروج إلى التحذير الذي أعلنه قبل يومين في مينسك في بيلاروسيا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، عندما قال بأن بيلاروسيا وروسيا تتعرضان لهجمات إرهابية، وأن الأمن القومي لكلا الدولتين هو مهدد، وأننا سنبذل كل ما في وسعنا للدفاع عن الأمن القومي لبلدينا. هذا ما قاله شيغو قبل يومين. اليوم تتعرض محطة لتكرير النفط في بيسكوف المحاذية والحدودية مع لاتفيا وإستونيا لهجوم بمسيرتين. هذا كله إذا ما ربطناه نعم في خط واحد يعني نجد أن هناك إصرار من جانب الغرب على أن يضغط على كييف للقيام بمثل هذا الهجوم المضاد. ومرة أخرى وأخيرة مروج أكرر أن مصطلح الهجوم المضاد للأول مرة يأتي على لسان مسؤول روسي اليوم. شكرا جزيلا لك من موسكو موفدنا عبر عبد الحميد.